بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن نصر. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب الموهوب، منورك كابتن نصر عرابي والكابتن علي عبد الرحمن. اهلا كابتن. رايك بقى كابتن النهارده في اداء حكم المباراه والمساعدين؟ خلينا بس نقول اول مبروك النادي الاهلي. ماشي. مبروك النادي الاهلي، وهارد لك لنادي فيتا. الله يبارك فيك. في حاجه طبعا بدون مجامله، النادي الاهلي النهارده عمل كل حاجه حلوه كابتن دايمن، كل حاجه حلوه النهارده اتعملت، سواء كان على المستوى البدني، المستوى الفني، مستوى كمان استغلال الفرص اللي كانت متاحه، الشخصيه موجوده دايما للنادي الاهلي في المباريات الكبيره. النهارده طبعا مبروك على الفوز والنتيجه والاداء، ونتمنى ان شاء الله باذن الله المزيد من الانتصارات في المباريات القادمه. هتكلم على الحكم البتسواني بوندو كابتن ايمن في اربع حالات. انا عندي حالتين اداره المباراه، وحاله عقوبه انضباطيه، وحاله عن التمركز والتحرك اثناء اللعب. كابتن علاء، نتكلم في البدايه عن اداره الحكم للمباراه. بنقول ان سلامه اللاعبين اهم من اي شيء. صح. وده الاتحاد الدولي بيسعى ليه، ودايما بنتكلم فيه ان سلامه اللاعبين اهم من الاستئناف السريع، اهم من استئناف المباراه، اهم من المباراه ذات نفسها. كل الكلام ده بنقوله لطاقم التحكيم. عندي الدقيقه 35 كابتن ايمن، والدقيقه 52. 35 الحاله الخاصه بمحمد شريف. طبعا عندنا النادي الاهلي النهارده بيلعب في ارضيه يعني مش هقول غير صالحه للعب، وبالتالي الكل شاف ان محمد شريف لا يدعي الاصابه، وكان فعلا هو في الانكل وقع واصابه جدا جدا. انا بستغرب للحكم، يعني انا بطلب منه، انت النهارده بتستعجل ليه علاج اللاعب، ومش مدي فرصه حتى لطبيب النادي الاهلي ان هو ينزل يقيم الاصابه. انت المفروض انت عندك اصابه، طالما وقفت اللعب لابد انك انت تسمح للطبيب ان هو ينزل يقيم الاصابه بسرعه، ويخرج اللاعب سواء كان على قدمه او يخرج على النقاله. وبالتالي كان في استعجال جدا على محمد شريف. كويس. دي حاجه. نروح لايمن اشرف بالظبط في الدقيقه 52، انذار. انا بصراحه انذار غريب جدا. هو ليه اداله الانذار يا كابتن؟ ده انا بستغرب. النهارده ايمن اشرف الكل شاف ان هو وقع نتيجه السرعه ونزل على المرفق او الذراع، وبالتالي هنا انا مش بقول لك عالج اللاعب في الملعب، ولكن طبقا للقانون انت بتمنع ليه طبيب الاهلي وتقفه بره. بالظبط. هو السؤال هنا، هل من حقه ان يمنع طبيب النادي الاهلي وينزل المسعفين بتوع الملعب؟ لا كان يا كابتن، دي انا اول مره اشوفها. يعني انا النهارده كابتن الف ب اصابه لاعب طفيفه، احنا بنتكلم في اصابه لاعب طفيفه واصابه جسيمه، اصابه بيس. سواء كده او كده كابتن، ان شريف بتنزل طبيب الفريق اللي هو بيقيم اصابه اللاعب.